يعني هلا وصلنا للجد من مواضيعنا اليوم. رح نحكي بكل صراحة وبكل شفافية عن أمر مهم جدا في موضوع حياة أطفالنا، تحديدا الأطفال اللي بتعرضوا للتحرش. في كتير أهالي ممكن يستغربوا أو يستبعدوا هاي الفكرة، ولكنها منتشرة بشكل كتير كبير. عم نحكي طفلة واحدة من بين ثلاث أطفال بين الإناث بتعرضوا للتحرش، وواحد من ضمن خمسة، وهالحالات عم نشوفها بالعيادات. معنا رشا صليص. صباح الخير رشا، أخصائية جموم والطفولة. وأنت أكدتي لنا رشا، كنا عم نحكي قبل الهواء قديش هذا الموضوع منتشر بالفعل. مزبوط، وموضوع الصراحة صعب الحكي فيه، يعني بالزبط. الواحد خاصة بس يكون متعلق بالأطفال، وهي ظاهرة عالمية، يعني مش بس بالوطن العربي، بس للأسف إحنا عندنا بالوطن العربي في منحاول ما نحكي عن الموضوع. صح. في تكتم، يعني ويعني بحسوا إنه موضوع فعل، يعني فيه وصمة عار وتابو. نعم. وكذا. فاليوم نحب نفيد الآخرين. نعم. ونحاول نعطي معلومات. نعم. قدر الإمكان. بجوز رشا بدي أبلش حديث المحل ما انتهيت، إنه نحن بنحس إنه عيب وتابو وممنوع نحكي فيه. بجوز قبل ما نحكي عن التحرش الجنسي على الأطفال، خلينا نحكي عن الأهل، لأنه نحن بدنا نوعي الأهل كيف إنهم يتعاملوا مع هذا الموضوع، كيف يوعوا أطفالهم تجاه هذا الموضوع. فبجوز طبعا. هلأ نحن حديثنا في البداية موجه للأهل، إنه فعلا يعترفوا ويقتنعوا ويدركوا أهمية هذا الموضوع والحديث فيه مع الأطفال، مش إنه أي شيء له علاقة في الجنس هو حرام وممنوع وعيب وبدناش نحكي عنه. إذا الطفل حاول إنه يسأل أو يستفسر أو أحيانا بجوز بيحكي، نحن بنسكر عليه لأنه عيب وحرام وممنوع نحكي في هذا الموضوع. مزبوط، وهاي إشي كتير مهم. يعني الطريقة الأساسية لنحمي أولادنا من التحرش الجنسي هو إنه نبلش بعمر بكير، من عمر 3 سنين بس يبلش الطفل يتحمم لحاله، إحنا نساعده ونعطي هاي المعلومات بشكل طبيعي بشكل هادئ، بدون ما يعني يكون عندنا هيك قرف أو زي ما حكيت إنه عيب وحرام. نحكي نوعي الطفل إنه هذا جسمك، جسمك لإلك، ممنوع حدا يلمسه، ممنوع حدا يقرب عليه، ممنوع حدا يشوفه، إذا حدا طلب منك إشي تعمله وإنت مش مرتاح ثق بنفسك، يعني يكون واثق من نفسك، احكي لا، أهرب من الموضوع. طبعاً هذا الإشي كتير أساسي، نبلش بعمر صغير. بس كتير من الأحيان بنشوف إنه الإمهات أو الأهالي اللي تعرضوا لتحرش جنسي بطفولتهم بيكون عندهم خوف شديد من الموضوع، وبيحكوا عنه بطريقة فيها قلق أو مثلا حماية زائدة، كمان هاي ممكن تأثر على الأطفال. فنكون كتير هادين بكلامنا معاهم، ونحكي بطريقة طبيعية، ونسمي الأشياء زي ما هي، يعني ما نستحي نحكي بالأمور هاي. صح. هاي نقطة بداية كتير مهمة. احنا كتير حكينا عن موضوع الطفل وتوعيته، مثلا بدي أربط لك إياها بموضوع الضرب. بيحكوا لك ما تضرب بالطفل لأنه لازم يعرف أنه جسده مقدس، لما أنا أضربه يعني أنا بقدر أستبيح جسمي وبقدر أضرب غيري. نفس الإشي لما نحكي على جسد الطفل، التركيبة التناسلية فيه، المفروض حتى مثلا لما بدنا نحمم الطفل ناخذ إذنه لما بده يكون في اقتراب من المواقع التناسلية. قديش برضو هاي المعلومة سمعتها أنا مؤخرا مهمة جدا نلفت النظر إلها. طبعا كثير مهم، ونحكي له إيش هي الأماكن الحساسة اللي ممنوع حدا يلمسها أو يقرب عليها. صح. ونبلش بعلاقتنا مع الطفل يكون مبنية على الثقة والأمان، يعني مش بس بموضوع التحرش الجنسي، يعني هذا الإشي بالحياة اليومية، أي إشي ممكن يمر فيه بحياته، كسر كاسة، مسك مزهرية وقعها، سقط بامتحان، إذا الطفل نشجعه يجي يحكي لنا هاي الأمور، عشان إذا إحنا بتكون ردة فعلنا قوية وفيها لوم وحكم وتأنيب ضمير، ما رح يجي الطفل يحكي لنا عن موضوع أصعب من هيك. فإحنا نكون دائما متواجدين لأطفالنا حواليهم، حتى إذا معجوئين، يعني ما نعرف وين رايحين، إيش في، مين الأشخاص الموجودين بالأماكن اللي إحنا عم نبعثهم عليها، يكون في أمان بينه وبين الطفل، حديث يومي. نعم. عن نهاره وكذا. نعم. طب خلينا نحكي شوي عن العادات الاجتماعية. نحن في عنا عادات اجتماعية هي محببة عند البعض ولكن غير محببة عند عائلات كثير. نحن طفلنا الكل ببوسه، بقعد في حضن الكل، العم والجد والخال والصاحب. مزبوط. بيكون في بنت عندنا طفلة عمرها 5 سنين 6 سنين 7 سنين، ممكن تبلش سن اليفاعة، يعني تبين إنه ملامحها الأنثوية. مزبوط. بلشت إنه هي ممكن تكون مغرية. بفوت صديق على بالعيلة، روح يسلمي على عمه وقعدي في حضنه وبوسيه وخليه بوسك. نستبيح هاي الأشياء كلها أمام الطفل، إنه هو عادي كل حدا يبوسه، عادي كل حدا يقعد في حضن أي حدا، عادي أي حدا يلمسه يحكي معه يداعبه، يلمس أي جزء من جسمه ممكن يكون. صح. جزء تناسلي أو حساس، ونحن بنكون عادي.
قديش هاي العادات مهمة وبتفرق؟ طبعاً كتير مهم إنه أول إشي نعلم الطفل الفرق بين اللمس الطبيعي واللمس اللي فيه إيحاء جنسي. وبرضو ما نتفش الطفل، يعني كتير إحنا عنا روح سلم، إذا ما بده الطفل خلص يعني ما بده، وما نجبره على أشياء معينة. كتير كمان من مرات منشوف إنه الطفل أصلاً عم برفض أشخاص معينين عشان حس منهم شعور سلبي تجاههم. هلأ كمان ما بدنا نضخم الأمور إنه نفكر كل لمسة غلط أو كل بوسة ممكن يكون فيها يعني إشي يعني غير سليم، بس برضو ما نجبر الطفل. يعني كمان التسليم يكون بالإيد، خاصة للأشخاص الغرباء، إنه مش أي حدا يصير يروح يقعد بحضنه أو يلمسه. نعلم الطفل الحدود، نعلم الطفل إنه أنت بدك تعرف بجسمك إيش أنت بتحس، عشان الطفل بيعرف إيش اللي بيريحه وإيش اللي بيزعجه وبيضايقه. نعم تمام. طيب رشا، خلينا نركز على أرض الواقع. من خلال عيادتك إيش بتشوفي حالات؟ وإحنا كمان بنعرف إنه للأسف آباء عم بتحرشوا بأبنائهم. مزبوط. أو كيف بدنا نعرف إذا أبنائنا عم بيتعرضوا للتحرش؟ لأنه كمان الطفل مرات مش بس بيخبي، هو مش فاهم إنه هالتحرش. مزبوط. صح. أوكي. أول إشي نحكي عن من هو المتحرش. في معظم يعني كل الدراسات بينت إنه بنسبة 75-90% بيكون المتحرش شخص معروف للطفل. 90% بيكون الطفل بيعرفه بطريقة ما. 75% بيكون شخص قريب منه، فممكن يكون أب، أخ، عم، ابن عم، مدرس، مدرب، ممكن يكون شوفير الباص، الخادمة كمان. ما نستبعد السائق، هدول الأشخاص. فالطفل طبعاً بيعيش بصراع إنه هذا الشخص قريب منه ومعروف بمحيطه، معروف بين أهله، خاصة إذا كان الأب أو الأم. والإشي الثاني اللي هو بيعاني منه الطفل إنه اللي عم بيشعر بجسمه انه هو عم بتعرض لإشي مش طبيعي او مش صحي بالنسبة له، فبيعيش بصراع بين الحب والشعور بالوفاء تجاه هذا الشخص، وبين الشعور بالذنب او الشعور بالخوف الشديد انه عم بتعرض لإشي مش صحي. هلا شو هي اعراض التحرش؟ احنا عادة منشوف اعراض مفاجئة، يعني احنا ما بدنا هلا الواحد يسمع الحلقة هاي ويحكي والله أنا مثلاً ابني ما بقدر يركز فأكيد مثلاً تعرض لتحرش. لا، هلأ بيكون في تغيير مفاجئ غير مبرر غير مفسر، بمثلاً الأعراض الجسدية ممكن نلاقي أوجاع معدة، أوجاع راس مثلاً، أورام، أو بالمناطق التناسلية، أو دم من الطفل أو سوائل معينة عم بيطلعها الطفل. ممكن نشوف برضو عدوانية، غضب، نوبات غضب. بيكون الطفل كمان بده يبتعد عن أماكن معينة، مثلا يلا نروح عند عمك أو هذا البيت المعين، بيحكي لا أنا ما بدي أروح، أنتوا روحوا اتركوني. فمنشوف مثلا ممكن يكون الطفل انطوائي زيادة عن اللزوم، يبتعد عن العلاقات الاجتماعية، ما يحب الناس يلمسه أو حدا يقرب عليه، يصير عنده تشنجات بجسمه بس حدا يقترب منه. برضو منشوف أعراض النقوص اللي هي التبول اللا إرادي أو البراز اللا إرادي. ممكن الطفل يصير يخاف من العتمة أو الظلام، يخاف ينام لوحده، يخاف يكون لحاله، بتيجي كوابيس وأحلام مزعجة بنص الليل. برضو منشوف اضطرابات في الأكل، يعني في دراسات كتير بينت أنه اضطرابات الأكل وخاصة مشاكل السمنة متعلقة بتحرش جنسي صار للطفل بالصغر. يعني عشان يعني من ناحية السايكوديناميكية هي عبارة عن وسيلة دفاع، أنه أنا مثلا بس أزيد وزني رح أبطل مرغوبة بالنسبة للأشخاص اللي حوالي فرح يبتعدوا عني. وبنفس الطريقة مرض الأنوركسيا اللي هو الواحد بيصير يبطل يأكل، بيصير نحيف كتير، برضه هي عبارة عن دفاع عن الذات، أنه بيصير كتير ضعيف لدرجة أنه بيبطل مغري للمتحرش. طب رشا عفوا، كيف نحكي معه؟ يعني لما بدنا نبلش نحن حاسين أنه في إشي غلط عم يصير مع الطفل، كيف بدنا نخليه يحكي لنا بابا أو ماما إيش عم يصير معك؟ أوكي. أول إشي لازم نختار المكان المناسب المريح للطفل، نحكي معاه بطريقة هادئة بعيدة عن اللوم والحكم. هذا إشي كتير مهم. هلأ هو صعب بالنسبة للأهالي، حتى ردات الفعل المخيفة نحاول نسيطر عليها، يعني ملامح وجهنا وهو عم بيحكي لنا كتير مهم. أكيد. أهم إشي نسأله شو صار معك،
اوكي وخلص نقطه نفت يعني، وما نضلنا كمان نعيد السؤال عشان كمان هذا ممكن يحس الطفل زي انه هذا بحد ذاته تحرش. خبرني شو صار معك، اذا لساته مش حاسس باريحيه انا بعرف هذا الموضوع كثير صعب عليك، انا ملاحظه عم بيصير معك 1 2 3، في حدا سوى لمسك بطريقه مش مريحه او يعني عمل لك شيء انت ضايقك بجسمك. فأول ما الطفل يجاوب بدنا نكون هادين، ما نلومه، ما نحاول نصرخ عليه أو مثلا ما نصدقه أو نقول لا مش معقول كلامك، مستحيل هذا الشخص يعمل هذا الحكي، أنا بعرفه يعني، ما ننكر هو إيش عم بحكي ونطمنه إنه ما تخاف. إحنا أول إشي جملة كتير مهمة نحكيها للأطفال إنه كتير منيح إنك خبرتني، أيوة. أنا كتير مبسوطة منك إنك قلت لي وبعرف إنه هذا الإشي كتير صعب عليك، وجسمك بالنسبة لي أهم إشي عندي وأنا رح أدافع عنك لو شو ما كان الموضوع، فما تخاف، وأي إشي بيصير معك زي هيك بالمستقبل ضروري تخبرني عشان أنا رح أحاول أحميك من هذا الإشي إنه يتكرر. فنكون هادين، نبتعد عن اللون ونبني ثقة. يعني أنا دائما بحكي للأهالي إنه طالما عندكم علاقة قوية مع أطفالكم هم لحالهم حيجوا يحكوا لكم. نعم. بس هو للأسف الأغلب ما بدي أحكي ما في علاقة قوية، الحوار شوي مصطنع يعني، الأمور الحساسة ما بنحكى فيها. مزبوط. بكل صراحة. والأغلبية يعني أغلبية الأطفال صح. اللي بتعرضوا لهيك شيء ما بيحكوا عنها. طب الأهل إيش لازم يعملوا؟ أوكي سمعوا من الطفل، شو لازم يعملوا؟ هل يروحوا يواجهوا المتحرش إذا بيعرفوا، يخبروا حماية الأسرة؟ إيش بيكون توجه الأهل لازم؟ أوكي هلأ ضروري نأكد على النقطة إنه التحرش الجنسي عند الأطفال هي جريمة، يعني ما في تبرير لإلها وما في نلطف الموضوع ولا نخفف عن الموضوع ولا نحاول نبرر ولا نحاول نكتم عن الموضوع. فأنا بالنسبة لي التخبير للسلطات المعنية إشي أساسي، وبالأردن كتير عم تتحسن هاي الموضوع إنه خاصة إحنا كأخصائيين إذا عرفنا إنه الطفل تعرض لهيك إشي من واجبنا القانوني إنه نخبر السلطات المعنية. ضروري نبعد الطفل عن هذا الشخص، يعني ما نخليه حواليه، نقطع كل علاقة موجودة بهذا الشخص. والشخص أصلاً المتحرش هو بده علاج، فيعني لازم يكون في أمور معينة نلجأ لإلها، إنه التخبير زي ما حكينا، نبعد الطفل عن المتحرش، وبرضو إذا الطفل عم بيعاني بشكل كبير ضروري يلجأ للمساعدة النفسية عشان كتير قليل من الحالات اللي هم بتحسنوا لحالهم بدون رشا. كيف ممكن نمنع إنه هالتحرش يصير سكار هيك جرح بحياة طفلنا بذاكرته بوجدانه؟ يعني قديه برضو لازم ما نخوف الأهل إنه لا سمح الله إذا طفلك تعرض لتحرش هذا يعني إنه هو ما راح يحظى بحياة طبيعية؟ لا أكيد. هلأ أغلبية الدراسات بتبين إنه الأطفال أو الأشخاص اللي بتعرضوا للتحرش الجنسي وخاصة مع العلاج ممكن يكون عندهم قدرات اجتماعية هائلة، ممكن يكون عندهم قدرات إبداعية هائلة، عشان كتير منهم بيحاولوا يعبروا عن اللي مروا فيه من خلال الفن والموسيقى والرسم وما ذلك. وبرضو بدنا نعرف أنه كتير من الأشخاص اللي بتعرضوا للتحرش الجنسي هاي مش نهاية لحياتهم. أهم إشي نقولهم أنه هذا مش ذنبك، أنت مش مذنب، أنت ضحية بهذا المشكلة، والشخص المتحرش هو المتعدي، هو المذنب مش أنت. وكثير من الأشخاص يعني بيقدروا يتخطوا عن هذا الموضوع ويصير عندهم بحر من العاطفة. نعم. وشعور مع الآخرين كتير هائل. نعم. يعني أكبر مثال إحنا بنعرفها أوبرا، يعني هي تعرضت لتحرش جنسي في عمر صغير ومتكرر، وأمها كانت دعم إيجابي لإلها، فهي كتير قدرت تتخطى عن الموضوع وتساعد الآخرين اللي عم بيمروا به. وأعلنت وحكت طبعاً. نعم. طب رشا سؤالي، إذا كان الأم مثلاً شكت إنه الأب عم بيتحرش أو الأب شك إنه الأخ عم بيتحرش، الأخ الأكبر وكذا، إذا كان من العائلة القريبة جدا إيش لازم يصير؟ المشكلة ببلدنا إنه أو بثقافتنا إنه الواحد بيحاول يكتم عن الموضوع أو يلوم الشخص، إنه يصير يقولها ما تلبسي هيك أو بلاش تقربي عليه أنت، يعني بنحط اللوم عليها. نعم. ولكن لازم يصير في انفصال عشان هذا الشخص ممكن يرجع يعيد التعدي. نعم. مرتين. نعم. وثلاثة وأربعة. نعم. فالأم ضروري كمان، الأم اللي بتسكت بيكون عندها أسبابها ليش عم تسكت على هذا الموضوع، يعني يمكن هي نفسها مثلا عندها
مثلا علاقة مشاكل مع زوجها. وبرضه ما ننسى انه الشخص المتحرش بيعرض الضحية للتهديد. نعم. يعني الضحية بخاف يحكي عشان شوفي رشا عم بقرأ من الفيسبوك الكل عم بشكرنا على طرح الموضوع. دائما الامور المسكوت عنها بيكون في تعطش لطرحها. تمارا الفهد بتحكي توعية الطفل بانه جسمه ملكه وما بحق لاي شخص يقترب منه حتى الام الاب او الطبيب. بالضبط. وضياء عريضة بتحكي على كل ام اخبار ابنتها وابنها بانه المناطق الحساسة ممنوع لمسها او الاقتراب منها. مزبوط. من قبل اي شخص. برضو في عنا من ام حسان بتوعيهم بضرورة اخبار الوالدين باي شيء ممكن يحصل معهم او اذا صار عملية لمس للاعضاء التناسلية. طبعا تمام. في كمان الكل عم بيركز على موضوع التوعية. هل برأيك التوعية كافية ولا لازم يكون في حوار شبه يومي بين الأم وأطفالها حول كل المواضيع عشان بالآخر يكون هذا ضمن المواضيع إذا صارت؟ لا أكيد، يعني هلأ إحنا ضروري نحكي ويكون في حوار متواصل يعني عن أي أمور، والأم تكون متواجدة كمان. الطفل إذا بحس إنه الأم مثلا حتى إذا كانت متواجدة أو مهمومة أو عندها كتير أمور مثلا ببالها ممكن ما يحكي لها. إشي تاني، كتير من الأشخاص بيجوا عنا بالعيادة بس نسألهم طب ليه ما خبرتوا، بيقولوا بخاف أن أقتل. يعني بخافوا هم تقلب الموضوع عليهم ويصيروا هم الحق عليهم. صح. وكتير من الأشخاص هم بيعيشوا بعقدة الذنب إنه الحق علي، إنه أنا كنت طفلة حلوة مثلا أنا وصغيرة، أو ماما كانت لبسني الشورت أنا وصغيرة، فدائما بيلوموا نفسهم لأنه ليش هم عرضوا حالهم لهيك إشي مع إنه هم مش مذنبين، أو ليش ما قدروا يوقفوا الموضوع، يعني شافوا الموضوع ليه ما هربوا، ليه ما تركوا الموقف. ليش ما نتحكم بردة فعلنا قد مهمة. نعم. يعني لو سمحت رشا، هذا الموضوع كثير مهم إنه إحنا لما بنعاقب أطفالنا على كل إشي عملوه نحن من وجهة نظرنا هو مش صح، هو طفل ومش راشد، لما يكسر كاسة نحن ممكن نبهدله ونضربه ونعنفه لأنه هو كسر، لأنه ما انتبه لأنه كسر الكاسة. منعنفه لما يجيب علامة واطية في المدرسة، منعنفه لما يقعد كثير على التلفزيون، منعنفه على أي إشي، أي إشي من نحسه نحن مش متوافق مع مزاجنا أو أرائنا الشخصية أحيانا أو توقعاتنا، منعنف الطفل عليه. فكيف نتوقع منه أن نحن يصير معه يعني موضوع عملاق بالنسبة له زي هذا؟ يعني هذا مربوط بهذا اللي بحكيه. ما هذا اللي انا عم بحكيه، انه الطفل بس يعمل اي غلطه نقول له بسيطه مش مشكله، ونتوقع فجاه ينفتح لنا ويحكي لنا شو بنتعلم من هذا الشيء. بالضبط. شكرا كثير رشا، وبنوعدكم انه يعني هاي الحلقه والموضوع رح نرجع نحكي فيه اكثر واكثر، لنحاول يعني كل ام ما تخجل انه تفتح الموضوع وتسمي الاشياء بمسمياتها. شكرا رشا، يعطيك العافيه.